أرقام كتير في حياتنا، ولكل رقم ذكرى حكاية ومعنى. وبالرغم من أن أرقام كتير معانيها ثابتة عند معظم الناس، إلا أن الفالكونز نظرتهم للأرقام بتكون دايماً مختلفة. الهدف الأول للنادي الأهلي محمد أبو دريك. لو سألنا أي حد على رقم 22 هيفتكر أبو تريكة. حب الناس ليه، حماس الجمهور، وأغاني الألترس. بس الفالكونز 22 هيفكرهم بحماسهم، حبهم للمكان هو اللي بيخليهم يغنوا من قلبهم بأعلى صوت. ولو سألنا أي حد عن رقم 73 هيفتكر حرب أكتوبر، لحظة الفرحة والنصر. وفالكونز اللحظات دي بتكون دايماً معاه، لما بيتكلموا عن شغلهم ويشوفوا نتيجة تعبهم يوصلوا لهدفهم، ولما يحتفلوا فرحة نجاح. طيب ورقم 11 بيمثل للناس ايه؟ رقم 11 مش مهم بيمثل للناس ايه قد ما مهم هو بيمثل لفالكونز ايه. رقم 11 هو عمر فالكونز، 11 سنة كلهم نجاح وفخر وانجازات. 11 سنة وفالكونز بتطور من اي حد يكون موجود فيها. 11 سنة والمكان ده بينجح اكتر، والفاليو اللي بيقدمها بتكبر اكتر وقت. كنت دايماً بسأل نفسي سؤال، هو ليه الأرقام والفلوس جزء مهم في حياة أي حد بيشتغل في السيلز؟ لقيت إنه أكيد عشان هي بتعكس له شغله، نجاحه ومجهوده اللي بذله في الأريا بتاعته. بس إحنا كفالكون 16 بصين للأرقام دي بشكل أكبر من كده، هي مش بس مكسب ومبيعات إحنا حققناها، لكن هي كمان بتبين لنا إحنا فرقنا في حياة كام شخص، ساهمنا في علاج كام بيشنت، وغيرنا حياتهم للأحسن. Falcon 16, we add value to numbers. ونجاح فالكونز هيفضل يزيد طول ما في ناس قررت تديله من وقتهم وطاقتهم، ناس قرروا يتعلموا عشان يعلموا غيرهم، ويتغيروا عشان يقدروا في يوم من الأيام يغيروا للأحسن. الناس دول هم اللي هيضيفوا الفاليو ويسيبوا بصمتهم في تاريخ المكان. الناس دول أهم حاجة في فالكونز، عشان دول اللي بجد من غيرهم مش هتفرق.